إذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن من قلبك. هكذا انطلقنا في مسابقة مزامير داود بطبعتها السادسة، موسم كامل استمتعنا بنماذج قرآنية أبدعت وتفننت في ترتيل القرآن الكريم. ها نحن اليوم نطوي صفحة مزامير داود في طبعتها السادسة بسهرة استثنائية ومتميزة بحضور السيد المدير العام لمجمع الشروق الأستاذ رشيد فضيل، وأيضاً الشركاء الاقتصاديين لمؤسسة الشروق على رأسهم مجمع إيريس، مجمع كوتاكس، ومصرف السلام الجزائر. نماذج متميزة حافظة القرآن الكريم عانقته ورتلته ترتيلا، عشنا معهم، تفاعلنا معهم، أحببناهم، وها نحن في هذه السهرة سنتوج الفائز أو الفائزة بلقب مزامير داود في طبعتها السادسة. فمن سيكون نجم أو نجمة المسابقة في هذا العام؟